الإسلاميين والمسلم أسير التاريخ ده إزاي؟ يعني إحنا الجزء الأكبر في صراعنا مع إسرائيل صراع ديني طبعا. لو هو مش صراع ديني خد بالك، كنا مسلمين كنا خدنا نفس الموقف من إيران طبعا. إيران محتلة منطقة عرب الأهواز وعاملة اضطهاد ضد السنة ومحتلة جزر الإمارات. تركيا عندها واخدة لواء الإسكندرونة طبعا. يعني اشمعنى يعني هو في احتلال حراري واحتلال طبعا. والمغرب يعني عندنا مدينتين بنعتبرهم محتلتين من اسبانيا، محدش بيجيب سيرته اسرائيل بس عشان اليهود، عشان النبي دخل صراع سياسي مسلح وغير مسلح من 1400 سنه، فاحنا بنتعامل معاه باعتباره حاضر. هقول لك على مفارقه تانية كمان محزنه، احنا بنعتبر الاندلس فخر المسلمين طبعا، وهي استعمار استيطاني طبعا. يجب ان نتبرأ من الجانب ده، فيها بقى علوم، فيها منتج حضاري وماله، بس المبدأ ان احنا كمسلم نبقى فير، مسلمين نبقى فير عادلين. فرنسا مش هتيجي اليوم وتفتخر تقول بصوا احنا احتلينا الجزائر واحتلينا المغرب واحتل، يا ريت فين ايام زمان. مفيش حد يقول ده الا المسلمين، وده اللي يحزنك بقى. المسلم هو الوحيد الفخور بالجرائم الاستعمارية اللي عملها، اللي اتعملت في التاريخ الإسلامي، لانه ديني، لانه مرتبط بالمقدس، اعتبره دين. طب انت زعلان، انت مفخور باحتلال الاندلس، طب زعلان ليه من اسرائيل؟ يعني زعلان ليه من اسرائيل؟ يعني حاجه غريبه يعني. طب يعني انت مش متضايق يعني ان انا اقول لك، في مره كنت بعمل حوار مع مهدي عاكف، اللي هو حوار اللي قال في طز في مصر وابو مصر، الحوار الشهير ده والله. فبقول له في ضمن الاسئله، العثمانيين دول احتلال؟ الاحتلال وقام ضرب على الترابيزه، دول مسلمين. وفي مسلم بيحتل مسلم؟ والله العظيم ده ايه الخيبه دي؟ طبعا طبعا مسلم بيحتل، ده العثمانيين خربوا المنطقه طبعا في احتلال. ده العراق لما راحت للكويت، ايه ده؟ نسميه ايه؟ سلام عليكم. جو يفطروا عندهم جنونيه لما بصوا لها دلوقتي. المسلمين هم الوحيدين اللي عايزين يستعيدوا الامبراطوريه الاستعماريه دي. الاصلاح اليهودي الدين اليهودي كان ترقيع؟ لا، ده كان هو مخرج. هو طبعا كان في كذا مخرج يعني، بس اهم مخرج في ايه؟ ما فيش قراءه نصيه يعني. مش شايف حضرتك، مش شايف انه تو ليت يعني؟ خلاص راح الوقت، لانه عندنا اجيال واجيال ربيت على كده يعني. اللي بيروح يفجر نفسه في مانشستر، واللي بيروح يفجر نفسه في باريس، او يروح يقتل ناس يعني، خلاص السرطان انتشر يعني. مش تو ليت حتى في الغرب، في بعض البلدان الغربيه يعني. وقت الاصلاح يمكن قد ولى حتى. هو في اكيد عارف حضرتك الجمله اللي بتقول لك ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي، دي واحد. اثنين، ان يعني طب ايه الحل كمسلمين؟ هنفضل عبء على العالم كده؟ هنفضل عبء ضد الحضاره الانسانيه؟ انا سعيد يعني، حاسس ان المسلمين حتى اللي انا بعرفهم معرفه شخصيه مش اسلاميين يعني، متضايق مش مبسوط طبعا. يعني متعكنن، امي متعكنن، امي مش مبسوطه طبعا يعني. ياخد بالك، وانا امي ست يعني، اغلب الناس عايزين يعيشوا في سلام، عايزين يعيشوا في سلام طبعا. فانت لازم تديله مخارج. طب هيحصل ايه في نظرك في الشرق الاوسط؟ هل هتنفجر؟ هنستمر كده يعني؟ الصراعات الدينيه هتظل مستمر يعني. برضو عايز اقول لك ان من الحاجات اللي بتحزنني في مصر ان مفيش اعتراف ان المذابح اللي بتحصل للاقباط وخطف ده له اساس ديني. حتى الان العقل العام معصلك. حتى زمايلي واصدقائي صحفيين كبار وناس كويسه جدا يعني، بني ادمين ممتازين ويعني مش واخد بالك، رافضين، مش عايزين يعترفوا بده. لا، المسلحيين في مصر بيتقتلوا على اساس ديني.